مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ألكيمي؟ ما هي ميزات ألكيمي؟ ما هو ألكيمي؟ هو أول إعلان رقمي فيه تسجيل سجل غير قابل للتغيير لجميع خدمات الوسائط والتفاعلات على بلوكشين. ما هي ميزات ألكيمي؟ ألكيمي بديل لا مركزي للتبادلات الإعلانية الآلية القديمة غير الفعالة، مع مهمة استعادة تبادل القيمة بين المعلنين والناشرين والمستخدمين. يتم تشغيل ألكيمي بواسطة هايبرغراف، وهي تقنية بلوكشين ثورية موثوق بها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.